حركة المزرعة الصينية بقيادة العميد أركان حرب حسين طنطاوي قائد الكتيبة 16 مشاة خلال حرب أكتوبر، والتي تعد من أوائل الكتائب التي عبرت قناة السويس. وفي موقع المزرعة الصينية بشرق مدينة الإسماعيلية، دخلت الكتيبة 16 في واحدة من أعنف معارك الحرب، والتي استمرت على مدار 3 أيام متواصلة من 15 وحتى 18 من أكتوبر. كبدت فيها قواتنا المسلحة العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في الأفراد والمعدات. تكتسب المعركة أهميتها في التصدي لعناصر العدو من المشاة والمظلات ومنعهم من عبور الثغرة. ومع اقتراب العدو، فتحت الكتيبة 16 كافة نيرانها تجاه قوات العدو وآلياته، وحولت المزرعة الصينية إلى مقبرة لجنود العدو الإسرائيلي.